الإحباط الأول، لأن العصر مثل النعش، لأني جثة في النعش، لأن الناس كل الناس دمى من قش، لأن المعنى في بطن الشاعر، والشاعر جوعان، والشاعر عدو خواء البطن، جوعان في القرن العشرين، والإنسان الجائع كلب في الجنب. ماذا كنت أقول؟ كنت أقول الشعر. أشعر أني ميت، فإلى الفول بزيت. الإحباط الثاني، بالأمس عدت في المدينة في الصباح من رحلة الضياع في المدينة. كان الصباح مثل وجه قرد، والشمس مثل اسم قرد، وحين كنت أعبر الطريق كادت تدوسني سيارة، كأنها تخالني إنسان. يا غابة النعال، أليس ثم من مكان في الأرض لا يدوسه إنسان؟ يا قيادة، يا من قد شوهوه، لم تعد تلك التي أحببتها. مدينتي فخريتي في جوف أخطبوط، غنيت كم غنيت، وها أنا أغوص في رمال الصمت وأختنق. العش يحترق ويهرب العصفور، لا فائدة.